من نوري يا رب
لما تدق خشومه من المصائب او الضربه تجي على حسوسهم، شوف الرجل ما عندهم يضغطي من اجل جراد، يضغطي من اجل منزله ضب، يضغطي من اجل ضبع، يضغطي من اجل قضيه، اللهم الا المضغطين من اجل حفظ مواليدهم، هذول لهم قدرهم، هذول لهم قيمتهم. السخاء النفسي موجود سواء كان عند المؤمن او عند الملحد او عند المشرك او عند الاقتصادي او عند السياسي، وربما يكونون هذول مكرهين لا ابطال، غالبا ما يكونون مورطين وليسوا بمغاوير. يشوف نفسه كمش والدوله لزمته وحكمه بالماده الفلانيه اعدام، لا شك ولا جدال في ذلك. مناخ وخلاق ما يفكر، ما يقدر يفكر، لانه لا مناخ ولا خلاق. جيد. واذا وجد منفذا في جدار او غفله من حراس تسلل وولى منهزما. وراح يلوذ وربما من ثلث يتنفل وربما يترك كل شيء. لكن للحسين انصار امتحنوا واختبروا فظهر فلزهم فلز صافي نقي، ما بي شائبة وما بي عنصر دخيل. فتح لهم الحسين منافذ للتسلل وللتهرب وللنزول كذا، وأعطاهم عذر لكي يعتذروا عند الله وعند الناس، فأبوا العذر وسدوا المنافذ ولم يتسللوا منها، وثبتوا بين يديه كما ثبت أهل بيته، لا فرق بينهم وبين أهل البيت بالثبات والتضحية والفداء. والآن اليوم من بعد 14-13 قرن ونصف يزارون، فتعتصر من حول قبورهم وأضرحتهم المهج، طيب، ويزارون بأعلى مراتب الزيارة ويحيون بأعلى عبارات منزلة التحية. زين شنو مع الإنسان؟ الإنسان شنو؟ بعد حياته شنو؟ وهل هو إلا أن يستحيل إلى ذكر إما حميد وإما ذميم؟ يو يحمد في ذكره يو يذم في ذكره. وهذول من سنة صار لهم 14 قرن تقريبا، فلا من سنة فلم يعتري ذكراهم الملل ولا التأم، بل الحرارة نفس الحرارة، كأنهم قتلوا في من سنة اليوم الماضي. بينهم بين الزائر، يعني في تخيل تصور الزائر لما يقف على أغرفة الأنصار رضوان الله عليهم، ما يتصور الا انهم الان انزلوا في قبورهم، وهالان نزلت دماؤهم بعد طريه متجلطه على الارض. هذا الشيء السماوي هناك، القيمه السماويه هناك. بذلوها انفسا غاليه كبرت بالعز أن ترضى الصغارى، أنفسا قد كرها حر الظما، فأسالوها عن الطعن فرارا، استأجر الله بها في ساعة لم تدع فيها لذي بيع خيارا. وقفوا لا تقول، والموت في قارعة لو بها أرسي سهلان لزالا. جمعهم صلوات الله وسلامه عليه من طول الجزيرة وحرفها، جمعهم لا هو وإنما بمغناطيس، شيء اللي يشوفه من دول الصفوة يتمغنط في لسان أبي عبد الله وفي مظهره وفي منزلة قافلته وفي نزوله وصعوده وفي ليله ونهاره. يشوف الحسين يتكارب به يتأثر به، مثل زهير بن القين ومثل الفرد اليزيد بن الرياحي ومثل وهب وامثال وهب،
وممن جاءوا الى الحسين صلوات الله وسلامه عليه متسللين مع عسكر عمر بن سعد. بالليل يجون ليله العاشر 30 نسمه من عسكر بن سعد تسللوا الى ابي عبد الله بابي امي، فلحقوا بالركب النوري النوراني السماوي النبوي وسجلوا اسهم من تلك اسماءهم في اعلى صفحات المجد والكل، في ارقى صفحات المجد والكل. شايفين نعوش سياسيه تحمل على الاعناق ويهتف من حولها ويقبل من حولها ويدمر، ولكنهم والله لا يحملون الا جيف ملكنه، ليس الا هذول المطبلين المدمرين من حول النعش يتهامتون فيما بينهم ضحكا وازدراء. لكن شهداء العقائد الروحيه يبقون ويبقى ذكراهم ما دام لله ظل، وما دامت لله مشيئه، وما دامت لله رعايه. وقد وعد الله سبحانه وتعالى عباده الصلحاء بقوله عز من قائل: ان العاقبه للمتقين، الا ان حزب الله هم الغالبون، كتب الله لاغلبن انا ورسلي. اذا لكل المواعيد انه ايتها الدماء المراقه من اجل اعلاء كلمه الله في الارض، لا تحسبي انك ضائعه مغموره تبتلعك من تلك المحيطات، ابدا انت خالده باقيه وغيرك في الحياه تافه. على كل زهير بن القين رضوان الله عليه يلتحق بالحسين عثماني العقيده، التحق بالحسين مرغما، جمعت الارض بينه وبين ابي عبد الله، جمعه الوادي بالحسين. اذا برسول من الحسين ياتي اليه ظهرا وهو جالس يتغذى ونفر معه من طعام لهم، وقف الغلام على باب الخيمه لا يدري من زهير بن القين، من المقصود برعايه ابي عبد الله، من المعني برعايه ابي عبد الله، قال: ايكم زهير بن القين؟ فقال له زهير: ما تريد؟ قال: ان ابا عبد الله الحسين يدعوك، يريدك تجي يمه. بذاك اليوم اكو شطار بالامه واكو تحيز صاير عند الامه والصحابه، فمنهم عثماني ومنهم علوي ومنهم اموي ومنهم لا يعقل لذلك معنى، ما يفكر الا بالسلب بالنهب، ومنهم الخارجي الى اخره، لأنه مصرع عثمان طبعا الدولة طبلت ودمرت حول مصرع عثمان، والدولة إذا طبلت ودمرت لابد بسطاء يقعون في شراكها وفي فتحها وفي صيدها. وعلى الأساس صارت وسائل الإعلام في الدنيا ووسائل الدعاية، والدعاية لغتها معروفة: اكذب ثم اكذب ثم اكذب ثم كرر الكذب ثم اكذب ثم عاود الكذب ثم اكذب، فسيكون للكذب اثر في النفوس، هذا شيء طبيعي، الى اثر بالاخير والى مجرى بالاخير، وان كان مجرى مؤقت لكن يعمل عملا الى اثر. وعلى القاعده تشوف وسائل الاعلام دائما كذا: الماده الفلانيه، البضاعه الفلانيه، التلفزيون الفلاني، الشكليت الفلاني، ما اعرف ايش، يصرفون مصارف الدقيقة الواحدة 50 دينار 100 دينار بالمجلات بالصحف بالإذاعات بالتلفاز إلى آخره. بالأخير منفعة أكو قرطرمات، والديكورات مالت المحلات تتغير، ديكورات المصانع تتغير، ديكورات السيارات تتغير، وكل احنا نعرف أن هذا كذب وهذا جد. وحتى على الأدوية وحتى على مثل بضائع الصيدلة هم كذلك، كذب في كذب، مبالغه في مثل اثر الدواء للمريض، ومع ذلك يجي المريض يبتلعه والدكتور يتورط من تلك ويوقف الدواء، وبعدين تعرف انه كذب.
وإذا أكو فرشي من الصدق فرشي نادر صغير للغاية. عثمان قتل مظلوم، وعثمان قتل شهيد، وعثمان قتل ضحية الشرف، وعثمان قتل كذا. عثمان يا حبيبي ضرب 350 مليون درهم، ضربهم من هالفتش لهالفتش. في أي عهد؟ في عهد عمر بن الخطاب، من بعد عهد عمر بن الخطاب اللي لم يمد يده إلى تمرة واحدة جايفة خايفة من تمور المسلمين. لم يمد يده إلى درهم واحد عمر بن الخطاب، لا هو ولا أبي بكر. جايف في هذا العهد، في هذا الوقت يجي رجل يحبي أقاربه ويكرم أقاربه من بيت مال المسلمين 350 مليون درهم، 350 ألف درهم يعطيها للأقارب اللي ما يكون 350 نواة، مو مليون، 350 نواة ما يكون من حقوق المسلمين، يعني من مثل مروان والوليد بن عقبة ابن أبي معاذ وعبد الله بن سعد بن أبي شرف. وأما معاوية يغرق من البحر غرقا ذاك على كتب. فإذا ثارت الأمة وقتلت هكذا رجل وهكذا ملتبس متفوقع في حب الأقارب في حب العشيرة شيء، وانعرف إلى الآن وانعرف إلى أن تقوم الساعة، بعدين ملتبس تجي ناس تقول لك مات مظلوم ومات شهيد، قتل شهيدا، منهم زهير بن الحسين. شيل ابن الحسين قال انا ما اعرف، حسين قال له تروح جيب لي زهير بن الحسين وانا رايح. يقول طرف كل انسان ما في يده من الطعام، ايدنا بعد ما تتحرك، شاهيه للطعام بعد ما في، رغبه للطعام بعد ما في. احنا فارين من الحسين ذكرا وفارين من الحسين فكرا وفارين من الحسين بقعة أرضا. شو نسوي احنا هاي الأرض التي جمعتنا؟ وش نسوي للوقت اللي جمعنا به؟ إذا بزوجة زهير صالحة تقول لزهير سبحان الله ابن فاطمة بنت رسول الله يدعوك وأنت مثل فاطمة لا تجيب، دب فيه النشاط وقام اجى الى الحسين سلام الله عليه. مو اكثر الحسين سلام الله عليه، شوف من نكد الحياه، من نكد العيش، من تقلب الزمن، ان اهل البيت اصبحوا نكرات. شيء اصبح اهل البيت نكرات. شوف الدول عملت على طمس حقهم وطمس قدرهم وطمس مقامهم. شيء بحيث الصحابه إذا واحد من عندهم تفضل على أهل البيت وذكر أهل البيت بالفضل وذكر أهل البيت بالمديح يبقون الناس ذاك الوقت يتكلمون بقول هذا الصحابي. عمار بن ياسر رضوان الله على روحه ورضوان الله على جسده ورضوان الله على التربة التي ضمته، لكن لا يساوي شعر في جلد علي صلوات الله وسلامه عليه، ما يساوي بالقدر شعر في جسد علي، عضو من اعضاء علي. اجت الدولة واجا عمرو بن العاص واجا بالكلاع الخميري واجا وصل من سبط رجالات العرب في صفين من اهل الشام يجتمعون مع عمار. عمار هل انت جاد في قتالنا؟ ايه بليش؟ قالوا له لانه احنا سامعين ممن سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عمار تقتله الفئة الباغية بصفين ويكون آخر شرابه من الدنيا ضياع من لبن. صدق بالله بروح أبوك بروح جدك عمار أنت مجد في قتالنا. والنبي مئات المرات يكرر بفضل علي ومقام علي، علي قاضي ديني قاضي ديني منجز عدتي، أنا مدينة العلم وعلي بابها. طيب من اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله.
علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار. ومنا الباكر سنة أخرى مثل هيك وقت همشي في فضائل الإمام أمير المؤمنين سردا وتعليقا. هذا كل نكت الأمة. إجت تسأل عن عمار بن ياسر هل هو جاد في قتاله أم لا مستشفي؟ فإذا جاد في قتاله فهو الويل ومثلت والثبور لهم، وإذا غير جاد فما أسعدهم، لأن عمار مشكك في علي. هو هذا الحكي الإبطانة تتغلب على الوجيه. شنو هذا عمل من؟ عمل شيء واحد بسيط. إذا أزلت من الحكم ومن المسرح قال فيك العدو ما يشاء. أنت إذا غبت من المسرح ووسيلة الإعلام ما بيدك وما عندك قدرة على التعبير وما عندك أنصار، الويل لك الثبور لك. كل سائل بيشوف حلة من الاتهام ومن المثل في الكلام السب والخدم. الدول أسست أساس وبنت الأجيال عليه بنيان. على كل إجا زهير بن الخيل وقف بباب الخيمة. قال له زهير الحسين، قال له بينك وبين الله تعال أقول لك، قلت له تعال، لكن التعليق هو المهم. قال له زهير تذكر معركة أذربيجان في سلف أذربيجان ومعكم سلمان الفارسي وقد ظفرتم بالغنائم فرجعتم مسرورين، تذكر؟ قال له بلي أذكر. قال له تذكر قول سلمان لكم هذا أفرحتم بما فتح الله عليكم؟ فقلتم بلى يا سلمان. فقال لكم سلمان إذا أدركتم الحسين بن علي فليكن فرحكم بنصرته أعظم من فرحكم هذا. معناته شيء، معناته تقاتلون المجوس والمجوس كفر ومحاربين لكم وعبدتنا، وهالآن حصلتوا على غنائم وفتحتم الفتح ونتيجة دماءكم وتضحياتكم الله أسقط هاي المدينة إلكم، وغنمتموها أرضا وغنمتموها ينابيعا وغنمتموها خيرات ومزارع وغنمتم نساءهم وغنمتم أموالهم، ذهب إبريق فضة خالصة من ثبت معادن نعم هسا فرحانين انتم لانه بناءكم الجنه لكم اذا ادركتم الحسين بن علي وقاتلتم اعداءه، فليكن قتالكم لعدوه امضى واقوى من قتالكم لهؤلاء المجوس، لان ذولاك اخطر على الاسلام من المجوس على الاسلام. هذا معناه. بينك وبين الله زهير بن الخيل لما يسمع هاي الحكاية الكلمة هاي من الحسين تذكرة مو أكثر، طبعا مو مثل ما أنا قلت أبدا، مختصر مفيد. قال الحسين سلام الله عليه أتذكر كلمة سلمان في سلح أذربيجان وقد فتح الله عليكم؟ ذكر الرسول، تعرف قضية صار لها 30 سنة سرعة تصور مثل ذكر، قال بلى يا ابن رسول الله أنا أستغفر الله وأتوب إليه، وإلا مو هذا التفصيل، هذا التفصيل ما يجي، هذا التفصيل من عندي والتعليق من عندي. عاد زهير بن الخيل استبصر، زين أنت عن طريق سلمان تعرف آل محمد؟ أم يجب أن تعرف سلمان عن طريق آل محمد؟ يا هو الأحسن، ويا هو الأنسب، ويا هو الملتمس أليس، أهل البيت الشموس. سلمان الفارسي الكوكب الصغير اللي لولا أهل البيت لما عرفناه. سلمان منا أهل البيت، النبي روح له الفداء يقول سلمان منا أهل البيت، الإمام علي يقول سلمان ملئ حكمة من قرنه إلى قدميه، ذاك منا أهل البيت، ذاك من عندنا يعني، ذاك يعني صنيعتنا، ذاك يعني أخنا من تلساقلي، أخنا من طيب من ذلك هذا العلم ومنا من ذلك أخذ العلم. شنو تنعكس الآية عن زهير وأمثال زهير؟ وإذا الحسين مجهول
لدى زهير وسلمان معلوم لدى زهير، وعن طريق سلمان يعرف الحسين ويعرف أهل البيت. أفي سلمان نزلت الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أم في علي والحسن والحسين؟ أفي سلمان نزلت الآية الكريمة قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، أم في أهل البيت نزلت؟ من نساءنا غير فاطمة؟ ومن أنفسنا غير علي؟ ومن أبناءنا غير الحسن والحسين؟ سلوك الآية تنعكس، وإذا سلمان يعرف أهل البيت إلى الناس. أم في علي والحسن والحسين؟ أفي سلمان نزلت الآية الكريمة قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، أم في أهل البيت نزلت؟ من نساءنا غير فاطمة؟ ومن أنفسنا غير علي؟ ومن أبناءنا غير الحسن والحسين؟ سلوك الآية تنعكس، وإذا سلمان يعرف أهل البيت إلى الناس ويسلط عليهم الأضواء، ومن سلمان يصبح بيدا من سبب تزكية أهل البيت، وإن كان سلمان أهل محل، سلمان أهل محل، ولكن أكو مهم وأكو أهم، وأكو شريف وأكو أشرف، وأكو متدين وأكو قديس، هذا المهم. هذه مأساة على أهل البيت، تصور سهلة هذه، تصورها لطيفة هذه، بسيطة على أهل البيت تمر عليهم هذه القضايا، إذا تصور أهل البيت ما يتفاعلون إلها، ما يتأثرون إلها، أن زهير بن القين مخالف إلهم وما يزكيهم عد زهير إلا سلمان الفارسي، يعني تزكية أهل البيت ما إجت لزهير إلا عن طريق سلمان، زين لو سلمان مو داير هاي الحكاية شو يصير معناته؟ المعنى شو يصير؟ معناته يعني الحسين على ضلال وآل أمية على هدى وزهير يقتل نفسه من أجل بني أمية، هذا معنى يعني هاي الدول لما تجي تحارب هاي قدرة الدول وهاي قدرة الحكومات، تميت من تشاء وتحيي من تشاء، والدولة إذا مدحت إنسانا معلوم، وإذا ذمت إنسانا لابد لسبب رئيسي خطير. ذاك الرجل العراقي يقول خرجت إلى مكة وفرغت من الحج جئت إلى المدينة وكانت بيني وبين عمار بن ياسر رضوان الله عليه صداقة، يقول جيت للمسجد قاعد انا ويا عمار واسولف وما اعرف ايش لقطه ثلاثنا، يقول واذا برجل مر على باب المسجد، الرجل هذا على وجهه يقول اثر او سمه من الكآبه، شو هي كئيب، يقول وصل الى باب المسجد شفت عمار بن ياسر بلا اختيار طفر الى الرجل، وصل الى باب المسجد طلع عانق الرجل والرجل عانقه، واحد هش في وجه الثاني وبش وظلوا يتناجون، فرق مده على باب المسجد، يقول صلت عمار بن ياسر وزن ثقيل من الصحابه، شاف فرق واحد على باب المسجد يركض له ركض ركض كانه شاب كانه طفل، ويعانق هذا ويتكلم وياه ويهش في وجهه، واحد يضحك في وجه الثاني، يقول فرد مدة ثم رجع عمار استقر في المجلس، قلت أبا اليقظان من هذا؟ يقول فنظر إلي شجرا وقال ويحك ألا تعرفه من هذا؟ أنا متأكد؟ قلت لا ما أعرفه من هو؟ قال أمثل هذا يجهل ويحك؟ شو تقول ما أعرفه؟ هذا علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله وزوج ابنته
وعطوا الشرطين ولك انت وين انت؟ شلون عندك دين انت؟ شلون عندك ايمان انت؟ وما تعرف هذا عمود الايمان سيف الايمان سيف الاسلام كذا؟ يقول شافني انا اجهل، بدا يعرفني بعلي معرفه اماميه مذهبيه. يقول ركز لي ذلك. قلت سبحان الله، انا المدعي وين اعيش؟ وين مثل كذا؟ شلون اجهل مثل هذا المقام؟ يقول ملأني معرفة بعلي أبدا، شحني شحنة إمكانيات دورية. يقول جيت إلى العراق، بقيت في المنزل أيام ثلاثة، الناس يعودون ويجون ويزورون وكذا. باليوم الرابع قمت أطلع للمسجد. يقول فإذا حدثت أحدا بفضل علي وقلت له علي بن أبي طالب وشي قدره وشي منزلته وشي كذا، يقول ينظر إلي شجرا يقول أذهبت إلى مكة وجئتنا بهذا؟ شغلة ما عندك أنت؟ ما عندك شغل؟ شو هذا الكلام؟ شو لك بهذا الكلام؟ يقول فإذا كررت ذلك أخذ رداءه وخرج. ياخذ عبايته ويقوم يطلع، مو حاضر يسمع ذكر لعلي صلوات الله وسلامه عليه. وعلي بقيد الحياة، فكيف بعلي بعد الوفاة؟ والدول التي سبقت عليا قديسة، فكيف بالدول التي جاءت بعد علي الفاسقة الفاجرة الظالمة؟ يعني منا نستنبط القضايا ونستنبط الفكرة، ومنا تنتج على كل. يقول لما سمعت بذلك زهير بن الحسين قلت سيدي انا من الان فصاعد غير زهير الاول. يقول جئت الى الخيمه، جاء زهير الى الخيمه وقال لها انت طالق زوجك، الحقي باهلك، كل ما عندي لك، انا ذاهب مع ابي عبد الله، انا كنت جاهل وما كنت اعرف شيء. ثم حدث رفاقه قبل لحظات سيف، حدثهم بما ذكر له الحسين وما ذكر له سلمان الفارسي رضوان الله عليه. ثم طوى خيمته واجل سيف مع الحسين صلوات الله وسلامه عليه، والتحق معه من الطريق، وصار للحسين مخلصا وساعدا وعينا ودليلا وأذنا سامعة ويدا باطشة وسيفا قاطع. وظل تلك حركاته بالطريق كلها معروفة، اللي نقول هاي العبارات في حقه مو قايلينها بلاش. بالطريق التقى الحسين بالحر، وصار الحر يتوتر مع أبي عبد الله، وصار يضايق الحسين ويا ألف محارب، والحسين ما عنده أحد سوى النساء الصبية. قال زهير بن القين يا ابن رسول الله دعنا نناجز هؤلاء الحرب، خلينا هذول نتغدى بيهم، خلينا نسلك كذا بيهم قبل ما يتعشون بينا، فوالله ليأتينا ما لا قبل لنا بهم، لكن إذا جزعناهم أجزاء قاتلناهم نكره لهم. قال الحسين ما كنت لأبدأهم بقتال، لأن مفاتحة الدولة بالقتال ينغلق كل سمع وبقر وبصيرة. أنا إذا قلت تشي من أبوكم القاعدين، كل القاعدين هم اللي يطلعون ولا يظل واحد من عندهم. كان خلاص ما في تعجيرة. فلذلك الأنبياء المرسلين لم يبادئوا أعداءهم وخصومهم بكلمة عنيفة، بكلمة متوسطة. أبدا سب وقذف وتوتر وغلظة وكذا ما في بالمرة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طيب، فالحسين مثلا إذا يبادئ دولة بقتال معناه يصير توتر ويستولي الجهل على العلم وينقطع كل باب للاستماع وللإصغاء وللتأمل وللدرس. هذا شو اللي ما كنت لأبدأهم بقتال، مواصف بكربلاء، جاء بالماء
إلى المخيم، أخذ الذين قبلوا على العلقم وانتزعوا الماء من يد الدولة، 600 محارب، وزهير يجي هو ويا نفر قليل، يقول له من كلمة رجل القائد يعني عمر بن الحجاج الزبيدي يسمع حتى بالمسرعة، يسأل من؟ قال زهير بن القين: أنا زهير بن القين جئت لحمل الماء إلى منزلة الحسين وآله. قال: اشرب الماء هنيئا مريئا، أنت تشرب ألف عافية. نعرفك أنت خوش إنسان، لكن على أن تحمل الماء إلى الحسين أبدا. قال: لا هم لك، فكلفت أمك أتحل أن تحلق الماء لي وتمنعه على أبي عبد الله. بدأ يقاتل زهير ويدافع عن نفسه، ولو أصحابه ملأوا قربكم. خلص له قربة واحدة وجاء بها زهير وطرقها بين المخيم ونادى: يا أهل بيت رسول الله، هل مبنى واشربنا من هذا الماء؟ خرجنا بنات الرسالة والصبية والصغار، طبعا بنات الرسالة النساء كيسكلة محترمات، لكن الصبية الصبية يبقون. زهير قعد على أكمة من الأرض نازع حمام تنزلت وينظر إلى الصبية وهم يطوقون القرب من كل جانب ومكان. أريق ماء القربة، حل وكاؤها، أريق ماؤها. صاح الصبية: يا زهير، أريق ماء القربة. فأخذ يضرب على وجهه وعلى رأسه حسرة وألما. وإذا غنت السيوف وطافت أكؤس الموت وانتشى كل صاحي، باعدوا بين قربهم والمواضي وجسوم الأعداء والأرواح، أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا في من الصفوف أضاحي. 30,000 الرواية المعتدلة. أنصار الحسين 170، فئة قليلة نادرة محدودة منقطعة عن الدنيا، لا مدد لها مادة ولا مدد لها معنوية، لا عدة ولا عدد، جياع ظماء، ما عندهم بين جوانحهم إلا عقيدة يناضلون من أجلها بس فقط، ما عندهم إلا بصيرة هي غذاؤهم وهي مأواهم وهي قلعتهم. الكوفة مطوقة، القناطر مقبورة، الأحرار في السجون مثل ميتم ونظراء ميتم، عددهم 6,000 نسمة. ابن زياد صف الكوفة: اللهم إلا من بعض العناصر من أفراد، يعني من مثل أبي تمامة الصيداوي، من مثل عابس بن شبيب الشاكري، من مثل مسلم بن عوسجة الأسدي، من مثل حبيب بن مغاهر الأسدي. هذول هم استللوا، طلعوا من الطوق وطلعوا من القبضة. حبيب المظاهر ممن خرج أيضا، قيل جاءته رسالة من أبي عبد الله وكان عاجم على الشكوك، جاءت رسالة أو لم تجي، هو مستعد للتضحية والفداء. هو وعابس بن شبيب ومسلم بن عوسجة ممن استقبلوا مسلم بن عقيل رضوان الله عليه وعليهم، وكان يقرأ رسالة الحسين عليهم. الناس يبكون
لكن الدموع لا تتقدر من مآخي هؤلاء النفر الثلاث، وكان لا يبكي أحد منهم بالمرة، وإنما بالأخير قال قريب مظاهر مسلم، قال هذه مقابر سيوفنا بأيدينا، نجاهد بين أيديكم حتى نموت احنا وياكم الى الموت، ما دامت هاي السيوف مقابرها بايدينا، شايه وخلاص شيلنا وغطاها وخلاص، زياده ودعايه ورجوله وعنتريه قدام مسلم ما بذلوا، اللي بذلوا ذولاك دموعا وعنتريات، ولكن لما رجع عبيد الله بن زياد وجد الجد ذهب النقاش متبخرا بالسيجار، وبقي فلوس الذهب المعدن الصحيح وهو أقل جرما وأقل حجما من النقاش وغيره. إذا بمسلم بن عوتب في مأمن ومن جاء من قادسة كربلاء يتكلم، إذا بحبيب بن مظاهر في مأمن وعذر يقدر يعتذر أن الكوفة مطوقة، ويقدر يعتذر أنه ما باستطاعة على الالتحاق بالحسين، ومع ذلك تكلم، ومع ذلك من تبت إجا حمل معه غلاما، طبعا زوجته كانت تكلمه من أنه إذا لم تذهب أنت ذهبت أنا بنفسي، قالها أمة الله اسكتي، واحد من أبناء عموم تبين عين لابن زياد دخل على قريب يعرف قواه ميوله، وأخبر أن الحسين قادم وواصل إلى العراق وأنه أسير قبضة العراقيين، وأنه هل في ودك أن تلتحق بالحسين؟ قال له أنا شنو الحسين وشنو دخلي بين السلاطين؟ دخلي أنا بين السلاطين شنو؟ وإن شاء الله شوف الأشياء تجي صدفة أو عناية، ما أقدر أقول يعني صدفة ولا عناية، لكن إحنا في عقائدنا أن الصدفة من العناية، وأن الإنسان أحيانا يوفق صدفة وهي عناية إلهية. شايف يجي حبيب المظاهر يكون من ثلاث بواب للحسين دنيا وبواب للحسين آخرة، الآن الداخل من ثلاث إلى ضريح أبي عبد الله الحبيب المظاهر عن يساره، الخارج من ضريح أبي عبد الله حبيب المظاهر عن يمينه. شايف سألني مو شيء ما يدل من ثلاث، مو أشياء مهمة ونبني عليها، لكن شوف الموقع السال أخروي، موقع القبر من قبر يا أبي عبد الله، بينما مواقع قبور الأنصار وراء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. قلت لك إذا القضايا مو جوهرية، هذول الشهداء هذول وقع أجرهم عند الله أو على الله سبحانه وتعالى، ولهم من الأجر ما لا عين نظرت رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على باب أحد قط. لكن الصدفة شوف يقول له ذاك ماذا فعلتم بأهل بيت نبيكم؟ قتلتم ابن بنت نبيكم وخيار مصركم، قال عرضت بالجندل ثارت علينا عقابة أيديها على مقابر سيوفها لا تقبل الأمان بل جازمة على الموت، فلولا ندافع عن أنفسنا لجاءوا على الجيش بحذافيره، ولو كنت مكاننا لصنعت صنعنا. مو قياس هذا، يعني لو كنت دريئا لصنعت صنع الأدنياء، ولو كنت من تبتي جبانا لصنعت صنع الجبناء. مو شرط هذا، فينا من يكون متقمص بروح يزيد بن معاوية. الآن قضيب مستمعي، قد يوجد فينا من تتقمص فيه روح يزيد بن معاوية وصفات يزيد بن معاوية، خطيبا أو مستمعا، صدر مجلس جالس ولا دلب مجلس جالس، إذن أشياء يعلمها الله سبحانه وتعالى. وفينا من تتقمص فيه روح حبيب بن مظاهر الأسدي لو وقع الاختبار والغربلة والامتحان. عندما يقع الامتحان يكرم المرء أو يهان،
لكن انا ولا انت ولا ذاك ما يقدر يحكم على هذا، هذا كحبيب وهذا كيجيب. اذن القضايا خفيه عنا، والانسان يحمل على المظهر وعلى العمل الصالح ويعامل على العمل الصالح والصالح. موازين اعماله اليوم، اما في علم الله احنا ما مسؤولين عن علم الله، وكذلك علم الله لا يعاقب العبد يوم القيامه وهو مؤمن، ولا يثيبه يوم القيامه وهو مثل الفاسق، لاحتمال ما سبق في علمه وما سبق في مشيئته. اذن كذلك مو عند الله موجوده. لكن الغربله لما تجي، المحنه لما تجي، وقت التصنيف لما يجي، الله يعلم وين نصنف احنا. جماعه يلزموهم منتبه، ياخذون جماعه، افرض لصوص لنفرض، ما نقول غير كلمه، افرض جماعه من اللصوص تكبتهم الشرفه، تقبض عليهم. هذا يحطون 100 طنده، 100 قربات، 100 خيزرانه على ان يعترف، لا يعترف. 20 نسبه بصوت واحد، بسطره واحده، بصفعه واحده يعترفون، يبيحون الاول والثاني. هاي معلومه يا مو معلومه. هذا مثال، هذا انسان، هذا انسان، هذا انسان، هذا انسان. اذا كلهم في ازمه واحده، ذئاب لازمه واحده، لقضيه واحده، لنصوصيه واحده. هذا الف صوت، ايديه تقطع، اظافر يديه تنتزع، ما يعترف. وذولاك اقل راسي، اقل كذا. شوف يعترف في جوع الاول والثاني. هذه صفات بالمجلس ما نعرفها. احنا الجاهلين الان ما يقدر واحد يعرف الثاني. لان القضايا تجي مع تجربه، مع محك، مع ضغوط. ولذلك عند الامتحان يعرف المرء او يهان، يكرم المرء او يهان. ولذلك الادعيه دائما تجي، اللهم واجعل عاقبه امورنا خيرا. يعني النهايه خير، خليها خير، لا يغرك العباده ولا تغرك الزياره ولا يغرك اثار السجود ولا يغرك كذا ولا يغرك كذا ولا يغرك الخمار السكير العربيد اللي بالشارع. ما تدري باكر هذا شيء يصير وذاك شيء يصير. ما تعرف سلاله هذا شنو سلاله هذا شنو. اي السلالتين انفع للناس وافوز للناس. ولذلك احنا ممنوعين عن استغابه احد وذكر معائبه الا ان يكون متجاهرا معينا بالفسق غير مبال. هذا بس فقط. ولذلك يقول الامام الصادق: ايجوز لنا ان نبرا منه؟ يقول لنا شو وقت نبرا منه؟ الا اذا جاء احدهم الموت وهو على عمله ذاك ومات، ذاك الوقت تبرا منه. يعني اكو نهايه مسرح، اكو نهايه سباق. نهايه السباق انت ما تعرف اي الخيول من تبك يسبق، انت ما تدري. يعني انت الان طاغي بعبادتك وبصلاتك وكذا، وبناءك على الفاسق الفاجر منا الى 5 سنين، ما يندرى انت شو يصير فيك من شكوك. وهذا ربما يجي الى الدين ويغوص في اعماقه ويندم على اعماله تلك. ولذلك المسلم الصحيح هو المهذب اللي ما يجرح على الناس ويلبس عليها مثل ويؤذيها في اعشارها وشعورها وحواسها. اجى حبيب المظاهر يتسلل الى المعركه الى ان انتهى ضحاء القيل قرب ابي عبد الله. ابو عبد الله بابي وامي قالوا للاصحاب: قوموا واستقبلوا اخاكم حبيب. يقال قام القوم واستقبلوا الانصار وبنو هاشم. والحسين النفس بيدي امي طلع شايف يتنقل خطوه خطوه يستقبل حبيب المظاهر. لما راى حبيب اقبال الانصار والهاشميين والحسين بذات الكريمه طالع من المخيم، رمى بنفسه من على ظهر جواده الى الارض غلاما مويا، الى ان جاء الى ابي عبد الله عانق كل منهما الاخر، واحد عانق الثاني، وارتفعت ضوضاء من الانصار ومن الهاشميين. يقولون: اذا بزينب تنادي ابن اخيها عليا الاكبر، جاء اليها علي: عم ما تريدين؟ قالت: يا ابن اخي ما الخبر؟ قال: عمه
هذا حبيب بن مضاعف قدم إلى نصرتنا على البيت. سمع بذلك حبيب استأذن من الحسين أن يحيي العقيلة. أذن له جاء جلس على باب الخيمة ينكت الأرض بأنامله. العقيلة جلست تعجج مطرقة رأسها إلى الأرض. رفع حبيب رأسه قائلا أويل 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 لوجهك يا زينب، أويل لوجهك يا زينب يوم تحملين على بعير ضالع ورأس أخيك نصب عينيك. لما سمعت بذلك سيرا صاحت واخاه وحسينا فلا حبيب بذلك اخبرني اخي الليله الماضيه حبيب بان مغفور من يشيله وحمل القلب من يزيله. يا ابا نجوم نجوم وانا بليله بقيت زوجته في منزلها. صار اليوم الثالث عشر من المحرم خلت الزبايا بسوق الصافه التفات الواعيه قالت لولدها الحسن منيل وانظر في امرك امر ابيك حبيب. يا الغلام يدرج دخل السوق وقف بين جنب محمل عقل العقيل زينب وهي تخطب السوق بصوتها المجلجل الى ان فرغت من خطابها. قال سيدتي اسالك، قالت سل يا بني، قال اسالك عن حبيب بن مضاعف هل نصركم اهل البيت؟ قالت بل يا بني جزى الله قريب عنا خيرا ما ترى الجح معلق بلبان الفرج يغلب الفرج بركبته. قال اسالك من انزيد بالذي انا من يحجون عني، الذي انا من يحجون عني سريات المصايب ما سرني شمال الناس المرود علي انا همت عانى اليصد بالعالي انا ايف من بلدة تزبى الى شر بلدة لا تنف علينا من لا يرحمنا. جماعتنا القاهرين اخبرهم فردا فردا المؤسسين الى امواتهم واموات القاهرين ومن مات على الايمان.